قدم الفريق الأول لسيدات كرة السلة ملحمة تكتب بماء الذهب في رحلة التتويج ببطولة دور السوبر لكرة السلة والحفاظ على اللقب الغالي للموسم الثالث على التوالي وللمرة 19 في دولاب بطولات القلعة الحمراء. خاض الفريق نحو منصة التتويج بلقب دور السوبر 23 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة وتلقى 3 هزائم لم تؤثر في مسيرته نحو التتويج باللقب 19 في تاريخه. سجلت خلالهم اللاعبات 1843 نقطة ونجح الفريق في تخطي حاجز 100 نقطة. وجاءت ضربة البداية أمام فريق المعادي ونجح الفريق في تحقيق الفوز بنتيجة 96-36 وعاد ليكرر الفوز على نفس الفريق بنتيجة 104-27. لم يجد الشياطين الحمر صعوبة في تحقيق الفوز على الشمس بنتيجة 97-67 ثم الفوز على مصر التأمين بنتيجة 77-48 والصيد بنتيجة 71-59. وبعد انطلاقة متميزة للفريق بحصد 5 انتصارات متتالية في الدور التمهيدي تعثر الفريق أمام سبورتينج بنتيجة 57-86 وهي الخسارة التي سرعان ما تداركها الأهلي واستعاد نغمة الانتصارات وتحقيق 6 انتصارات متتالية بالتغلب على الجزيرة بنتيجة 89-70 ثم مصل التأمين بنتيجة 88-60 والصيد بنتيجة 99-81 وهليوبلس بنتيجة 86-66 وسموحة بنتيجة 85-75 والشمس بنتيجة 83-72 لتأتي الخسارة الثانية أمام سبورتينج بنتيجة 87-92. لتتوقف منافسات البطولة نظراً لتجمد النشاط الرياضي لبضعة أشهر في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، ليعود النشاط الرياضي مجدداً في ظل بروتوكول وإجراءات احترازية مشددة، لتشرق شمس سيدات سلة الأهلي مجدداً في أغسطس الماضي. وعلى الرغم من ضيق الوقت إلا أن سيدات سلة الأهلي كنا على قدر المسؤولية ونجحنا في تحقيق الفوز على هليوبلس بنتيجة 102-72 ثم الفوز على سموحة بنتيجة 78-55 وأخيراً الجزيرة بنتيجة 62-43 ليحجز الفريق مقعده في دور ربع نهائي دور السوبر ليضرب موعداً مع مصر للتأمين والذي نجح في تحقيق الفوز عليه في المواجهة الأولى بنتيجة 96-79 و65-54 ليتأهل إلى نصف نهائي السوبر عن جدارة واستحقاق. التقى فريق سيدات الأهلي في قبل النهائي بنظيره فريق هليوبلس وكان الفوز حليفه في المواجهتين بنتيجة 76-69 وبنتيجة 96-93 ليتأهل الفريق إلى النهائي. واجه المارد الأحمر نظيره سبورتينج في نهائي دور السوبر والذي انتهت المواجهة الأولى فيه بخسارة الفريق بنتيجة 76-83 قبل أن يعيد علي هاشم المدير الفني ترتيب الأوراق وتجهيز اللاعبات بروح الفانيلة الحمراء لينجح الفريق في عمل ريمونتادا تاريخية ورد اعتباره أمام سبورتينج بتحقيق الفوز في المواجهة الثانية بنتيجة 85-78 وفي المواجهة الثالثة بنتيجة 75-72 ليتوج بالسوبر عن جدارة واستحقاق.